ماشي يا اولاد. طيب الكوليسترين اللي بعده كانت اشارته اكبر من او يساوي الستة، واحنا عايزين نساوي الطرفين. احنا قلنا في حالة ان يكون الكوليسترين بتاعي اكبر من او يساوي هيظهر لي ترم اسمه ايه؟ عجز، اللي هو فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا مش عارفة 44 وكان الرايت هاند سايد ب 24 كان في ماينس 20 يونت عجز. هنا نفس الكلام هيظهر لي ترم اسمه اهو، هيظهر ترم بالماينس اسمه سير بلس اس 1، صح ولا غلط؟ تمام. طيب الكوليسترين اللي بعده اقل من او يساوي الاربعة، ما دام اقل من او يساوي يبقى هيظهر لي ترم اسمه ايه؟ سلاك اهو بلس اس 2. تمام كده؟ سهلة ولا صعبة؟ تمام. طيب تعالوا بقى كده بصوا المنظر، احنا متفقين ان انا كده خلاص على قد معلوماتنا انا كده عملت الستاندر فورم، قلت اي فاريبل هضيفه في الـ في الـ في الكونسترين ارجع ازوده فين؟ في الزد بتاعتي باشارته اهي. انا زودت مين؟ اس 1 سيربلس صح؟ هزوده فوق، احطه فوق، اظهره فوق في الاوبجكتيف فانكشن باشارته، يبقى ماينس. احنا متفقين السلاك او السيربلس هم اوريدي ليهم لوجيك مينينج. طب افرض طلع لهم فاليو، والله بيقول لي هنستغنى عن الموضوع ده ان احنا نضربها في صفر عشان لو طلع لها فاليو الترم كله يروح اهو 0 اس 1، وهنا هنضيف بلس 0 اس 2، صح كده؟ طيب لو انا كملت المساله بتاعتي بنفس الستبس بتاعت الستاندر سمبلكس بتاعتي هنلاقي ان المسألة بتاعتي مش بالانسد خالص. هناك انا فرضت ان انا واقفة عند النقطة صفر وصفر، يعني اكس 1 بصفر واكس 2 بصفر والزد بتاعتي ايكوال زيرو، صح كده ولا لا؟ طيب احنا هنا بقى يا شباب بصوا بقى، انت هنا لو انا داخلة البيزك سوليوشن بتاعي، هناك لو انتوا فاكرين كان عندي S1 وS2 وS3 وS4 كانت كل واحدة فيهم equivalent للكونسترين عندي، صح ولا غلط؟ لأن كانت كل واحدة فيهم قدامها في الرايت هاند سايد سوليوشن، تمام؟ فهم دول اللي أنا كنت داخلة بيهم السوليوشن بتاعي. هنا هخش السوليوشن بإيه؟ المفروض إن إحنا الرايت هاند سايد ده اللي بيريبريزنت السوليوشن في أول إيتريشن. طيب هنا بقى مين اللي بيريبريزنت السوليوشن؟ لما أنا بقول ده بصفر وده بصفر يبقى ازاي ايكوال لتلاتة؟ يبقى في حاجة ناقصة. وهنا لما انا بقول ان البيزك ان سوري ان السلاكس بتاعتي اللي بيل بوستيف هي اللي بتريبريزنت السوليوشن، ازاي هقول ان نيجاتيف اس 1 ايكوال لستة؟ ازاي؟ يعني ازاي هقول الحتة دي؟ طيب كونسترين رقم تلاتة ماشي اهو، دي هتطلع بصفر وصفر، الاس 2 اهي بالبلس هتطلع ايكوال يعني الفاليو بتاعتها باربعه. انما لا الكونسترين ده متحقق ولا الكونسترين ده متحقق، يبقى كده في حاجه غلط ولازم يتعمل لها بالانسنج ولا لا في المساله. فبيقول لي الحته دي او طريقه المعالجه دي سهله قوي. ازاي؟ بصوا بقى انا كده ظهر عندي المشكله في الكونسترين بتاع الايكواليتي والكونسترين بتاع جريتر ذان اور ايكوال، تمام؟ الكونسترين بتاع الليزانور ايكوال ما ظهرش فيه مشكله، ليه؟ لان انا لو انا فرضه اكس 1 بصفر والاكس 2 بصفر، الاس 2 هتطلع باربعه زي الرايت هاند سايد، انما لو انا فرضه دول بصفر وصفر هتطلع الاس 1 بكام؟ بنيجاتيف 6. في حاجه بالنيجاتيف؟ واحنا من الاول اساسا متفقين ان انا كل شغلي في كام؟ بالبوستيف، بالبوستيف. بالبوستيف. بوشي بوشي تمام. نفس الكلام في اول ايكويشن، هجيب منين السوليوشن اللي هو المفروض يبقى محطوط في اول ايتريشن؟ مفيش ده مفيش اساسا، يعني مفيش فاريبل اللي هيشيل في اول ايتريشن الفاليو اللي هي 3. فبيقول لي ازاي تعالجي او ازاي تعملي بالانسنج في الستاندر فورم دون، ان انت تستعملي حاجه اسمها ارتفيشال فاريبلز. ايه بقى هي الارتفيشال؟ يعني ترم تخيل اصطناعي انت اللي هتصطنعيه علشان تعملي بالانسنج فين؟ في الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد.
انت فين الايكويشنز او فين الكونسترينز اللي انت عندك فيه مشكله، اللي هو اول واحد اللي هو في مين الايكواليتي صح، ولا انا مش لاقيه يعني فاليو سوري يعني مش لاقيه فاريبل اديله الفاليو اللي هي 3 صح. فبيقول لي والله كل اللي انت هتعمليه هتزودي القلم الاحمر، هتزودي فاريبل ارتفيشال اسمه A1 تمام اهو. بصوا بقى كده، انا لو جيت لو انا داخله في الانيشال سوليوشن وفرضه ان الحل بتاعي 0 و0 يبقى الاي 1 ايكوال كام؟ 3 بقت بالانسنج هنا. لو انا فرضه ان ده وده بصفر، لو انا هخش بنفس الكونسبت بتاع الارتفيشال هزود ارتفيشال 2 اهو اهو، يبقى الاي 2 هي دي اللي هتبقى في البيزك سوليوشن بتاعي ب6. خلصت، يبقى كده المساله في الستاندر فورم اتعمل لها ايه؟ اسمها ايه؟ اتعمل لها بالانسنج تمام؟ تمام. طيب بيقول لي مش بيقول لسه، احنا اوريدي كنا عارفين اي فاريبل هتظهره في الكونسترين لازم يسمع فين؟ في الاوبجكتيف فانكشن باشارته، يبقى بلس اي 1 بلس اي 2. طيب الكوفيشنت بتاعه بكام؟ بيقول لي اساسا طريقه المعالجه بتاعه الستاندر فورم دي علشان اقدر اوصل للسوليوشن، السمبلكس العاديه ما كانتش محققها لي صح كده، وبالتالي عملوا طريقه جوه السمبلكس اسمها البيج ام ميثود.